الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج المبارك وهذا اللقاء المبارك مع هذه الوجوه المباركة في هذه الشاشة المباركة. يقول الله عز وجل، ونقف مع قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام ذو خلق عظيم وذو خلق رفيع، كان عليه الصلاة والسلام يعلم من حوله ويثقف من حوله في هذا الخلق العظيم. لما سئلت عائشة عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن، أي كل ما نهاه الله عز وجل في القرآن كان ينتهي منه، وكل ما أمره الله عز وجل في القرآن كان يأتي به. ولذلك يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة حسنة، خيار من خيار من خيار، زكاه الله عز وجل، زكاه كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، أحسن الناس خلق، كما عند البخاري ومسلم. انظروا إلى هذا التصوير من أنس للنبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، ولذلك جاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول هو عن النبي عليه الصلاة والسلام: لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، أحسنكم أخلاقا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام وضح هذا الأمر للأمة، قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك، ليدرك، إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم. انظروا إلى حسن الخلق كيف يعلو على صاحب الطاعة القائم والصائم، صاحب طاعة لكنه سيء الخلق، وهذا ربما يكون عنده بعض من العبادات اليسيرة لكنه يعني أخلاقه حسنة مع من حوله، أخلاقه حسنة مع من حوله. والنبي عليه الصلاة والسلام وضح أيضا ذلك وقال: ما من أثقل في الميزان يوم القيامة من صاحب الخلق، من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش. نسأل الله السلامة والعافية. لابد أيها الإخوة أن نحسن أخلاقنا على من هم حولنا، أن نحسن أخلاقنا بمن هم تحتنا، أن نتعامل مع من هم حولنا بحسن الخلق، أن نتعامل مع من حولنا بالطيبة والابتسامة واللين في القول. وكما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة، قدوة حسنة. وكما قالت عائشة: كان خلقه القرآن. وكما قال ربي: وإنك لعلى خلق عظيم. نقف عند هذا الفاصل اليسير بتوفيق العليم القدير. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، لازلنا في رياض وفي ظلال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة حسنة. مر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل وهو يعظ أخاه، يعظ أخاه في الحياء، بمعنى يعني حنا في العامية نقول: ليش تستحي؟
لما تجلس المجلس؟ ليش تستحي لما تواجه الناس؟ ليش كان النبي عليه الصلاة والسلام لما مر ووجد هذا الرجل يعظ أخاه في الحياة قال عليه الصلاة والسلام: دعه، اترك اترك، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان، كما جاء عند البخاري ومسلم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: الحياء لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير. صاحب الحياء أيها الإخوة، وهذا من حسن الخلق، صاحب الحياء محبوب عند الناس، لا يرد له طلب، وهذا أمر مشاهد، لا يرد لهذا صاحب الحياء، لا يرد له طلب، يقدم في المجالس ويقدم في النوادي ويقدم في ويقدم في الاجتماعات ويقدم في 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 المناسبات. والسبب ليس لماله وجاهه، لا، إنما يقدم لحيائه، لعلمه. هذا أيها الإخوة الحياء، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير. هذا هو الحياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان شديد الحياء، كان شديد، حتى إذا سأله أحدهم رداء ثوبه ينزعه ويأتي به إلى هذا الرجل ويعطيه، كما جاء في الأثر أن امرأة صنعت للنبي عليه الصلاة والسلام رداء فلبسها النبي عليه الصلاة والسلام، لبس هذا الرداء النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خرج إلى الصحابة. يقول راوي الحديث: ووالله إنها لجميلة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقام أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، أعطني هذه، أكسنيها، أعطنيها هذا الثوب أو هذا الرداء. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى حجرته وداره، ثم نزعها. للتو كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها، قبل قليل كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها، لكنه خرج عليه الصلاة والسلام من حيائه لم يستطع أن يقول له لا. انظروا من حياء النبي عليه الصلاة والسلام، كان لا يستطيع أن يقول للسائل لا. دخل بيته عليه الصلاة والسلام وخرج وقد نزع هذا الثوب وهذا الرداء، ثم قال: أين السائل؟ أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: خذ. فأخذ هذا الثوب أو هذا الرداء. انظروا إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الصحابة، يقول راوي الحديث: ثم قام الصحابة وزجروه، نهوه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان محتاجا لها، وكانت جميلة على النبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جمل هذا الرداء. يقول: فقام الصحابة وقالوا، يزجرون هذا الرجل، قاموا يزجرونه أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أرادها محتاجا لها. فقال هذا الرجل: لحظة، أو بمعنى أنكم اتركوني دقيقة، وضح لكم، أبين لكم لماذا أخذتها. قال: والله إني أريدها أن تكون كفنا لي إذا مت. يقول راوي الحديث أنس: فكانت والله كفنا له حين مات. أيها الإخوة والأخوات، الحياء مطلوب، والحياء لابد أن نتعمق في هذا الجانب، وأن نعلم أنفسنا ونربي هذه النفس على هذا الحياء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والحياء كله خير. نسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه أن يوفقنا جميعا للطاعات، ويجنبنا الذنوب والمعاصي والسيئات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.